ورجعنا لكم مرة تانية على هواء مباشرة. سنة 2006 قدرت واحدة من الجامعات الأهلية أنها تحصل على قرار رسمي من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بتخصيص أول جمعة من إبريل للاحتفال بيوم اليتيم. الحقيقة أن احتياجاتهم أكيد أكبر من يوم نشوفهم ونحتفل بيهم. بس احنا معانا النهاردة كمان أستاذة فاطمة مصطفى وهي نائب مدير متحف الطفل. صباح الخير يا أستاذة فاطمة. صباح الخير، أهلا بحضرتك ومنورانا في البرنامج. شكرا. في البداية قبل ما أعرف ليه تحديدا اخترتوا أول إبريل أو أول جمعة في أول إبريل عشان نحتفل بيوم اليتيم، عايزة أعرف متحف الطفل، أعرف أكتر عن متحف الطفل ومكانه فين وإيه محتوياته وإيه اللي بيحصل والأنشطة وكده. متحف الطفل هو أحد المؤسسات التابعة لجمعية مصر الجديدة. جمعية مصر الجديدة هي جمعية أهلية أنشئت سنة 82 لرعاية حي مصر الجديدة في البداية، وتوسع نشاطها ليشمل جمهورية مصر العربية كلها. وبالتالي في عندنا مؤسسات كبيرة بترعاها الجمعية، منها متحف الطفل، مكتبة مصر الجديدة في العروبة، مكتبة المستقبل، ومكتبة الأسمرات. حي الأسمرات من الأحياء الأيديال، إن الحي ده جمع ناس كتيرة من عشوائيات كتيرة. صحيح. فواجب علينا إن احنا الحكومة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها طبعا. مؤسسات المجتمع المدني لازم تشارك في ده. وأحسن حاجة ممكن تقدميها لمجتمع جديد ناشئ إن انت توفري له ثقافة عالية. طبعا صح. فالثقافة العالية دي كانت من خلال مكتبة الأسمرات في حي مصر الجديدة، والمكتبة هي مجرد سبيل للوصول لكل خدمات الجمعية من خلالها. يعني كل خدمات الجمعية بتتاح لحي الأسمرات، لسكان حي الأسمرات من خلال المكتبة، وبالتالي هم قادرين يجوا المتحف، استاف المتحف بيطلع لهم بيعمل أنشطة معهم هناك، قادرين يروحوا. أنواع الأنشطة إيه يا أستاذة فاطمة اللي بتقدم من خلال المتحف أو حتى لحي الأسمرات أو غيره؟ المتحف بيقدم مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة. المتحف أنشئ سنة 96 كأول متحف للأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وأعيد تطويره نظرا للتطور الكبير في علم المتاحف وفي التكنولوجيا المستخدمة في التعليم. أعيد تطويره وأعيد بناء المتحف مرة تانية وأفتتح سنة 2012 كواحد من أكبر المشاريع الثقافية اللي قامت بيها جمعية أهلية في مصر. هل قلت لي كمان على مش عارف 12 فدان أو حاجة كده؟ 14 فدان حدائق، 14 فدان في قلب حي مصر الجديدة لخدمة كل أطفال مصر. المتحف بيحتوي على مبنى متحف ومبنى سينما، في قاعة مسرح وقاعات متعددة الأغراض، وفي مكتبة، في مسرح روماني، قاعات وورش عمل أوبن دور وإندور، في كمان حديقة تعليمية كبيرة جدا جدا جدا. المتحف مينلي بيحكي عن التراث المصري، فبياخد الطفل في رحلة، مش الطفل بس، الطفل وأسرته في رحلة عبر الزمن وعبر الأرض. يعني احنا مش بنحكي بس في المتحف زي اي متحف تقليدي الآثار والتاريخ وحضارة الإنسان، ما هو كل ما يتعلق بالطفل بالضبط. بنحكي كمان قصة أرض البلد دي، مصر، أرض مصر، وعاشت ازاي، وايه التطورات اللي حصلت على الارض دي، وبتبدا منين، وكل المنظومه بتاعتها كامله. وبنقدم من خلال المتحف البيئات المختلفه اللي ممكن الطفل ما يشوفهاش في مكان تاني. فبنوريه البيئه البدويه، البيئه الريفيه، لان اطفال المدينه احيانا كتير ما بيكونوش قادرين يشوفوا الاماكن دي، وبنعرفهم ان انت جزء من نسيج كبير. مصر فيها تنوع ثقافي عالي، مش اختلاف ثقافي، فالتنوع ده ميزة، وإحنا بنقدم له الآخر عشان في النهاية يقدر يتقبل الآخر ده بشكل كويس. هيل. طب نيجي بقى اليوم، حضراتكم ليه اخترتوا جمعة من أول يوم من إبريل، أول جمعة من إبريل عشان تحتفلوا بيوم اليتيم؟ الحقيقة دي مبادرة قامت بها إحدى الجمعيات الكبيرة اللي بتهتم برعاية الأيتام في مصر، وقدرت تحصل على موافقة بتحديد أول جمعة من إبريل كيوم لليتيم المصري. وبعد سنتين من القرار ده طلع قرار باعتماد أول جمعة من إبريل كيوم لليتيم العربي، وبالتالي أصبح أول جمعة من إبريل هو يوم مخصص لرعاية
والاهتمام بالايتام. وان كان ده لا يمنع ان احنا مثلا كجمعيه لا بنرعى الايتام وبنهتم بيهم في كل وقت من السنه. واكبر دليل على كده ان الساده مجلس اداره جمعيه مصر الجديده حدد 15% من اجمالي اعداد الزائرين لمتحف الطفل يكونوا موجهين لفئات الايتام موزعه على مدار السنه. هيل. وبنعتمد بنشترك مع مؤسسات تانية في عمل مجموعة من الأنشطة متوزعة على مدار السنة في رمضان. يعني احنا بس مش بنفتكرهم في ابريل. في ابريل بالظبط. هو ما انا عايزه طول السنة. احنا معانا صور وهاتوا من حضرتك التعليق عليها. ده في الاحتفال بيوم اليتيم. ده احتفال مهرجان اسمه يلا نفرح. يلا احنا بنسمي المهرجان بتاعنا مهرجان يلا نفرح. ليه؟ لان احنا كلنا بنفرح ونتبسط سوا. احنا اساسا كموظفين بنبسط جدا طبعا. في اليوم ده ان احنا بنستمتع وبيشاركنا عدد من الفنانين المختلفين كل سنه في مجموعه مختلفه من الفنانين. بتشارك معانا جهات كتيره. كون ان انت تستمي بسمه على وشوش طبعا. 2000 طفل يتيم دي حاجه كبيره جدا. عدد كبير كمان يا استاذه فاطمه. طبعا. لان المتحف كبير والجمعيه بتقدر توفر ده بشكل كبير. وبيبقى معانا مساهمين كتير جدا. فلا بيبقى يوم اكتر من رائع. احنا نفسنا زي ما بقول لك بنبسط فيه قوي. اوكي. طب حضرتك بتقولي هنا في مشاركه من الفنانين كمان والمغنيين دي والفرق الموسيقيه. والفرق الموسيقيه ليه؟ احنا بنبقى عاملين يوم متكامل للولاد. بنبقى موفرين لهم وجبات. بنبقى جايبين لهم هدايا لبس قدر المستطاع. فنانين بيجوا بيشاركوا معاهم في اليوم ده. بيعملوا كشافه، بيعملوا العاب متعدده وبيقضوا اليوم من 9 صباحا ل6 مساء. فهو يوم طويل. طبعا. ده فريق الكشافه العربيه ناس متخصصين في عمل الكشافه والهلال الاحمر المصري بيشارك معانا. لان وجود 2000 طفل في مكان واحد اكيد اكيد يعني بنبقى عاملين كل الاحتياطات ان لو حصل لا قدر الله اي حاجه يقدروا يعملوا. ده شكل من الالعاب اللي بيلعبوها الاطفال خلال اليوم. سلم وتعبان. سلم وتعبان. انت بتوفري لهم كل الوسائل اللي يبقوا بيها مبسوطين. طبعا. وبكرر تاني اليوم ده مش بيتعمل لمجرد مره واحده، لا مع رعاية مؤسسات أخرى إحنا بنستضيف أيتام على مدار السنة. طيب ما كنت عايز أعرف من حضرتك فعلا من خلال خبرتك إيه أبرز وأهم احتياجات الطفل اليتيم؟ خلينا نقول الأول مين هو الطفل اليتيم. الطفل اليتيم هو الطفل اللي فقد العائل. مش شرط بس فقد أبوه أو أمه. هو فقد العائل، فقد الشخص اللي يكون مسؤول عنه ويربيه. فأصبح الطفل ده مسؤولية المجتمع. صحيح. مسؤولية المجتمع لسبب بسيط جدا. رقم واحد لأن ديننا حسنا على ده. طبعا. رقم اتنين لأن الطفل ده محتاج إن هو يتربى علشان ما ياخدش طريق غلط مضاد فيبقى ضد المجتمع. ما هو أصل يا إما خليتيه بني آدم سوي لا إما خليتيه مجرم. صحيح. فأنت علشان تحافظي على المجتمع وعلى شكله أنت بترعي الطفل ده وبتديله كواجب علشان تأمني وتأمني نفسك من أي مخاطر بعد كده اجتماعية ممكن تحصل. لأن ثبات المجتمع في تساوي أفراده، إن كل واحد يحصل على فرص متكافئة. صحيح. مش بقول إنه يحصل على حاجات زي بعضها بس لا بيحصل على فرص متكافئة. وخدمات متكافئة كمان. وخدمات متكافئة. فمش ذنبه إن هو فقد العائل أو فقد الأب أو فقد الأم إنه يبقى في الشارع. فعلشان كده الجمعيات الأهلية والحكومة نفسها كلها بترعى الطفل اليتيم وبترعاه على مدار السنة. اوكي. ده كده تعريف اليتيم. بس حضرتك من خلال خبرتك ايه ابرز احتياجات الطفل اليتيم؟ ايه اللي محتاجه كمان؟ محتاج رعايه، محتاج الاهتمام، محتاج ان هو يحس ان هو مصدر اهتمام او نقطه اهتمام ان الناس كلها بتفوكس عليه. تخيلي انت عندك طفل في البيت بيبقى محتاج ان انت تهتمي بيه وتشتري له حاجه جديده وتحسسيه ان هو مبسوط. الاحتياجات النفسية دي أهم بكتير من أي حاجة تانية. إنك تبتسمي في وش الطفل وتحسيه إن هو إن أنت متقبلة ويشعر بالأمان. مش مجرد إن أنت تديله حاجة أو تقدمي له وجبة أو تقدمي له هدية وخلاص، لا أنت عايشيه يوم كما المفروض إنه يعيشه. لو أنت عندك والدك ووالدتك كنت المفروض هتخرج وتتفسح وتاكل وتشرب وتلعب وتشتري لك لعبة وتتبسط
احنا بنوفر لك ده. الاحتياجات النفسية للطفل اليتيم اهم بكتير من اي حاجة تانية، ومنهم ناس كتير بتتميز طبعا. اكيد دي حقيقة. يعني مش مجرد ان هو طفل يتيم وفقد العائل بيطلع في الشارع، لا، لو وفرت له الظروف المناسبة والبيئة اللي تساعده طبعاً. بيبدع. صحيح. أستاذة فاطمة، يعني ايه خططكم في تطوير المتحف وخدماته للأطفال؟ الحقيقة احنا تملي بنحط نوعين من الخطط، خطط طويلة المدى وخطط قصيرة المدى. فبالنسبة للجديد عندنا في المتحف على المدى القصير، البرنامج الصيفي اللي هيطلع ان شاء الله في مع بداية شهر مايو. والسنة دي المتحف بيقدم برنامج بشكل مختلف. بالظبط. ما عايز اعرف ايه بقى اهم اللمحات اللي هتكون موجودة يعني في البرنامج الصيفي في المتحف الطفل؟ احنا السنة دي بنقدم البرنامج بشكل مختلف، ان احنا بنقدم مجموعة من البرامج المنفصلة المتصلة. ازاي؟ ان احنا عاملين برنامج اسمه المستكشفون الصغار. ده علشان الاطفال اللي المخترعين اللي بيحبوا العلوم، لا، الاطفال اللي بتحب العلوم بشكل عام. برنامج تاني عن الفنون، متخصص في الفنون للأطفال اللي بتميل للفنون والألوان والموسيقى والحاجات دي. برنامج ثالث بقى، وده مهم جدا، عن الأخلاقيات. مهم جدا يا دكتور. طبعا. يعني الطفل مش بس اتجاهات علمية أو ميول فنية أو اتجاهات فنية، لا، الأهم كمان اتيتيود، الأهم كمان سلوكيات. ان احنا طبعا نزحف والله لو فنان هيبقى عنده سلوكياته حلوه. بالظبط. يعني لو احساسه مرهف واحساسه بيحس باللي حواليه، واصل الفنان ده عنده احساس رهيب طبعا، فلو عنده والعالم احساس بالموسيقى كمان والرسم والفن، بالتالي مش هيبقى في اي حد عنده فكر متطرف. والعالم طبعا اكيد بيحب، بيبقى عنده شغف لعلمه، انه يفيد الناس بعلمه او باختراعه او كده. بالضبط. عشان كده خلينا برنامج الأخلاقيات ده برنامج موازي لكل البرامج، وحددنا له نفس الاهتمام بالعلوم وبالفنون. احنا مش عايزين أحسن عالم بلا أخلاقيات طبعا، مش عايزين أجمل وأكبر فنان في العالم بلا أخلاقيات. صحيح. احنا المهم عندنا ندعم في أولادنا أخلاقيات، للأسف حاسين شوية ان احنا بقينا نفتقدها. صحيح. أستاذة فاطمة مصطفى، نائب مدير متحف الطفل، بشكر حضرتك جدا على تواجدك معنا، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتقابل مره تانية بقى بعد ما ينطلق البرنامج الصيفي، ونتكلم عنه بعد ما ينجح ان شاء الله. ان شاء الله. شكرك يا حضرتك. فاصل سريع ونقابلكم مره تانية انا واشرف عشان نختم يومنا للنهارده، فنهارك سعيد.